قم بحل نظام المعادلات باستخدام أي طريقة. لدينا y تساوي 2 ضرب x ناقص 4 تربيع زائد 3، ولدينا أيضا y تساوي ناقص x تربيع زائد 2x ناقص 2. الحل ربما يكون واحد أو ربما لا شيء، أو ربما يكون لدينا حلان لهذا النظام. يظهر أن قيمة x التي تنتج نفس قيم y، لدينا نفس x و y تتوافقان مع المعادلتين، ولكي نجد قيم x مساوية لنفس قيم y، إذن قيمة y هذه يجب أن تساوي قيمة y هذه، لذا يجب أن يظهر الحل عندما تكون هذه العبارة ناقص x تربيع زائد 2x ناقص 2 تساوي هذا القيم الموجودة في الأعلى، أو تساوي 2 ضرب x ناقص 4 تربيع زائد 3. دعونا الآن نجد قيمة x. الجانب الأيسر علينا أن نضرب هذه، فلنفعل ذلك أولا، ناقص x تربيع زائد 2x ناقص 2 يساوي، وفي الجانب الأيمن 2x ناقص 4 تربيع زائد 3 يساوي 2 ضرب x تربيع ناقص 8x زائد 16 زائد 3، وهذا سيصبح يساوي 2x تربيع ناقص 16x زائد 32 زائد 3، ويساوي 2x تربيع ناقص 16x زائد 35، وهذا بالطبع سيساوي هذه القيمة على الجانب الأيسر، ناقص x تربيع زائد 2x ناقص 2. الآن دعونا نتخلص من كل هذا الموجود في الجانب الأيسر مرة واحدة من خلال إضافة x تربيع. يمكن فعل هذا بخطوة، سنضيف x تربيع لكلا الطرفين، ودعونا نطرح 2x من الطرفين ونجمع أو نضيف 2 لكلا الطرفين، فنحصل على في الجانب الأيسر تلغى هذه وهذه وهذه أيضا تلغى، ويتبقى لدينا صفر يساوي 2x تربيع زائد x تربيع يساوي 3x تربيع، ومن ثم ناقص 16x ناقص 2x يساوي ناقص 18x، ثم 35 زائد 2 يساوي 37. إذا لدينا معادلة تربيعية بسيطة هنا، وربما سنقوم بتطبيق الصيغة التربيعية هنا لنحاول حلها. ستكون النواتج x تساوي ناقص ب، حسناً ب تساوي سالب 18، إذا ناقص ب تساوي 18، أي أنها 18 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لي 18 تربيع ناقص 4 ضرب 3 ضرب 37، كل هذا مقسوما على 2 ضرب A، أي 2 ضرب 3 يساوي 6. دعونا نفكر في كم تساوي هذه. لدينا هنا 18 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لي، دعوني أستخدم الآلة الحاسبة، يمكنني أن أضربها، لكن أعتقد أن لدينا 18 تربيع ناقص 4 ضرب 3 ضرب 37 ما يساوي ناقص 120، إنها 18 زائد أو ناقص الجذر التربيعي لسالب 120، وبذلك أن تجد أنها قيمة سالبة. 4 ضرب 3 يساوي 12، حصل ضرب 12 ضرب 37 سيكون أكبر من 18، رغم أنها ليست واضحة 100%، لكنك تستطيع استخدام الحدس هنا، سيكون الناتج عدد سالب تحت الجذر. الآن إذا كنا نتعامل مع أعداد حقيقية فلن يكون لدينا جذر تربيعي لناقص 120، إذن لا يوجد حل لهذه المعادلة التربيعية، لا يوجد حل. وإذا أردنا فيمكننا أن ننظر إلى التمايز في هذا الجزء ب تربيع ناقص 4AC، نرى أن التمايز سالب، لا يوجد حل، ما يعني أن هاتان المعادلتان لن تتقاطعا، فلا يوجد حل لهذا النظام، ولا يوجد قيم لإكس عندما نضعها في كلتا المعادلتين ستعطينا قيم واي نفسها. دعونا نفكر قليلا بسبب حدوث هذا. هذا بالفعل موجود في نموذج تقاطع واي، إنه قطع مكافئ مفتوح للأعلى، فسيبدو هكذا. سأفعل أفضل ما بوسعي لرسمه، ولنلقي نظرة سريعة دعوني أقوم برسم المحاور. لنفترض أن هذا محور y،
وهذا هنا محور X X وY. هذا الرأس، إنها في نموذج الرأس X تساوي 4 Y تساوي 3، إذن X تساوي 4 وY تساوي 3، إنه قطع مكافئ مفتوح للأعلى، ولدينا معامل موجب هنا، إذن سيبدو هكذا. لا أعرف الشكل الدقيق، لكن هذا قريب جدا. الآن كيف سيبدو هذا؟ إنه قطع مكافئ مفتوح للأسفل، وبالفعل يمكننا وضع هذا في شكل الرأس. دعوني أضع المعادلة الثانية في شكل الرأس، إنه موجود هنا، إذن لدينا تخمين جيد. y تساوي، يمكن أخذ العامل ناقص 1 في ضرب x تربيع ناقص 2 x زائد 2، إذا هنا ناقص x تربيع ناقص x تربيع ناقص 2x زائد 2، يمكن أن نقول نصف الناقص 2 يساوي ناقص 1، نقوم بتربيعها فنحصل على 1، ثم ناقص 1 هنا، هذا الجزء هنا يمكن أن نعيد كتابته على النحو x ناقص 1 تربيع، فيصبح ناقص x ناقص 1 تربيع. دعوني أقوم بخطوة واحدة في كل مرة، لا أريد تخطي خطوات المعادلة. ناقص x ناقص 1 الكل تربيع، ناقص 1 زائد 2، إذن هذا 1 هنا، أو إذا أردنا توزيع الإشارة السالبة نحصل على y تساوي ناقص x ناقص 1 تربيع ناقص 1. هنا يظهر الرأس على النقطة x تساوي 1 y تساوي ناقص 1، إذن هنا 1 وهنا ناقص 1، الرأس هنا سيكون قطع مكافئ مفتوح للأسفل، لدينا هنا معامل سالب على الدرجة الثانية من العبارة، إذن الشكل سيبدو هكذا، الشكل سيبدو هكذا، وكما ترى إنهما لا يتقاطعان، وهذا الرأس يكون مفتوح للأعلى، وهذه أقل نقطة وهذه أعلى نقطة، لهذا لا يتقاطعان، لهذا السبب لا يوجد حل لهذا النظام من المعادلات.